إلى جامعة حمد بن خليفة، حيث نظمت كلية الدراسات الإسلامية محاضرة هامة حول إدارة الأزمات في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بالدوحة. نتعرف على المزيد طبعا مع الدكتور لؤي صافي، أستاذ السياسات العامة في كلية الدراسات الإسلامية. يسعد مساك وحياك الله دكتور لؤي. تحية لك ولمستمعيك، أهلا بك. بداية طبعا حابين نتعرف أكثر عن المحاضرة وموضوعاتها. المحاضرة كانت حول موضوع إدارة الأزمات، وكان الحضور هو جزء من البرامج التي تعدها كلية جوعان بن جاسم، وهي كلية لتدريب الضباط على مستوى عالي، يعني في أعلى مستويات التدريب. والموضوع بطبيعة الحال يهم الضباط كما يهم المواطن العادي في أي موقع من المجتمع، لأن الأزمة هي حدث مفاجئ طارئ غير محسوب ويشكل تحدي، وبالتالي لابد أن يكون هناك أعداد واستعداد لمواجهة الأزمات وإدارتها عندما تحصل. نعم طبعا حابين نتعرف أكثر دكتور لؤي عن المحاور المطروحة أو اللي تم التركيز عليها في المحاضرة. يعني طبعا المحاضرة تحدثت أو عرفت الأزمة وحددت خصائص متميزة، ما يميز الأزمة عن الأحداث الأخرى، وتحدثت عن كيفية التعاطي مع هذه الأزمة. نعم. وتشكيل فريق لإدارة الأزمة، وحديث عن مواصفات أعضاء هذا الفريق وطريقة تدريبهم وإعدادهم لمواجهة الأزمات. جميل دكتور لؤي، كونك أستاذ طبعا سياسات العامة في كلية الدراسات الإسلامية، حابين نتعرف أكثر عن المحاضرات والبرامج المقبلة إن شاء الله. والله إحنا جزء من الخدمة التي نقوم بها، باعتبارنا يعني كلية حمد بن خليفة أو جامعة حمد بن خليفة وكلية الدراسات الإسلامية، نحن دائما نحاول أن نقدم خدمات، فهذه جزء من كثير من الندوات التي نعقدها، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسات العامة، وهي هناك طبعا برنامج للسياسات العامة سابقا والآن هناك برنامج آخر يتعلق بالإسلام وشؤون العولمة. فنحن نعقد يعني بإضافة للمحاضرات التي تقدم للطلبة، طلبة الدراسات العليا، معظم طلابنا من طلبة الدراسات العليا. نعم. نقدم خدمة للمجتمع، وهذه أتت في هذا السياق، يعني تدريب على التعامل مع الأزمات، ومثال أيضا هناك برامج تدريبية أخرى تتعلق بقضايا يعني السياسات العامة. نعم. وقضايا العولمة وأثرها على المجتمع وعلى المؤسسات المجتمع. جميل طبعا يعطيكم الصحة والعافية والله يبارك في الجهود. شكرا لك الدكتور لؤي صافي، أستاذ السياسات العامة في كلية الدراسات الإسلامية. أهلا بك. شكرا لك.